صباح الخير. هذا الفيديو قصير ان شاء الله يكون قصير. هيكون واحد طبقة معينة من الناس، لان قال لي شي واحد واحد كلمة البارح بقى في الحال مهم. صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 25 دقيقة انا بالضبط في طريقي الى الشغل، اللهم يسر ويسر لجميع المسلمين اجمعين. احنا غادي، انا مازال غادي. مهم طلعت اوكي، اطلعت الخدمه مع 5:30 الصبح. مهم ديال 5:30 الصبح، واحد واحد الدورة دايرين هنايا كديرة. يعني بقى معايا الصباح هذا، مش تطور الكاميرا، ما عرفش تطور الكاميرا. المهم انا مازال غادي، مازال غادي. هاك هو صباح الخير الرجال. شتي يدير وليدي؟ مرحبا ولك مرحبا. انا ما نقولكش، انا تراك عارف اش تندير، ماشي ما عارف اش تندير. المهم عقلتي قلت لك 25 دقيقة، دابا 5:12 فات 2 دقائق من حياتك. فيق فيق اصحيبي، فيق الله لا خصك تفيق. الرجولة يجي في الرجل ليش؟ هذه غالبة دي. إن شاء الله نتمنى من الله أنني نكمل هذا الفيديو هذا تلخر. أوكي يلا سي أنا مازال غادي أطلق على الخدمة معاك باش يتبات لك فوقاش غادي ندخل الخدمة. تيجي كلنا تقول لك هذا سلام ولا كلام، انت مش كنت هو في كينا على الصباح. انا راه بزاف ديال الهضرات ولا بزاف عيقت وعيق عيقوا كاع عباد الله تيدوي وصحت عندو ما يدير. انا خليه يدوي، يلا سيروا دويو، سيري قولوا عليا دويتو. المهم ان شاء الله صباحكم يخرج زويون بحالكم. صباح الخير الخمير. 25 دقيقة عاد وصلت الخدمة، مازال ما دخلتش. مرحبا بكم، الف مرحبا. ناري عاد بدا. مرحبا مرحبا على بركة الله. 11:10 إلا وصلت طنبل، مع 11:07 بالضبط. وقع لي روتار في التليفون. مهم مازال خدام. يلا كليت حد دايرين دلاه في كيسان هو اللي كليتو. ونورمالمون ما انا ماشي من نوع اللي زاد الله، هو اللي كليتو يكون حلو زوين. وفطور اللي صبت خلق هو ديالي، ولقمت شويه ديال البطاطا باش ناخذ معها شويه بطاطا وشويه ديال الفرنش توست. الخبز تيكون في البيض صافي. شي اللي هادشي اللي واكل الفطور شويه يعني معلقه صغيره شويه يعني محسوبه باش نقبسهم. وفرنش توست واحد الطرف ديال الخبز ديال التوست درتو فرنش توست هو اللي كليتو، وما كملتوش تاديك معلقه مع كنت خدام ما كملتوش. القهوه ديالي شربت الماء ديالي ودلع ومازال خدام. مازال خدام. انا ما عرفتش علاش كامل الزبده مضبه. المهم ما انا مضبه دابا. مساء الجوج د العشيه وانا خارج بحالاتي.
سو انا غادي بحالي دابا من هاد القنت، هادشي اللي بقى لي غندوز نتخلص في النهار ديالي، شي واحد نتخلص في النهار ديالي، هذا هو اللي بقى لي، نتخلص في النهار وغنزيد بحال هادشي. كدير تخلص في النهار كيما دوزت لاكار الصباح، كيما دوزت لاكار الصباح ماشي بعدي كيما دوزت لاكار الصباح ندوزو هذا دابا. حنا غادي بحال هكا، وحنا غادي بحالتنا، نهار ما سالاش نهار عاد بدا. بقاو معايا. المهم انا وصلت للدار، عندي واحد البوبه هنا برسطاني، ماشي برسطاني مقوقاني، درت لي القوق والتوقوق، درت لي القوق والتقوقوق. سو انا ما داك النوع اللي تنحفرهم، واخا تنقول لعباد الله ما تحفرهمش ما ديروا اليوم شفت على اليوم تنحفرهم. المهم وصلت للدار جوج ونص. قول شنو غيوقع دابا، غنمشي غنقلع حوايجي، غناخد ربع واحد تدويشه، غنصلي الظهر وغنوجد راسي للخدمة التانية. هادشي اللي غندير صافي صافي، ولكن خاصكم تشوفو الخدمة التانية عاوتاني شنو هي، خاصكم تشوفو الخدمة التانية شنو هي. شعري كلو ناشف، ديرو لو شويه ديال الجيل فزكوه، هاي فزك اصلا. المهم توضا هي الاولى، انا غندوش باش نتوضا اصلا، دوش ندوش نصلي نفتح حوايجي، نصلي ندوش نصلي نفتح حوايجي باش نمشي للخدمة عاوتاني التانية. يلا هاي بعد تبقاو معايا ولا تمشيو بحالكم، شوفو نتوما اللي بغيتو، انا بعدا انا غنبقى مع راسي، انا غنبقى مع راسي، بقيتو معايا هاديك ما بقيتوش معايا. المهم نهاركم يطلع زوين بحالكم. سيس ما قلتلكمش في واحد القاعدة خايبة 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 بزاف، الا وهي بعد خطرة تنقى في الطوموبيلة كاس بحالكم الناس تنجلس تنجلس واحد المدة. عندي ساعة دابا باش نكون واجب في الخدمة أخرى، باش نكون واجب في الخدمة أخرى، بغيت نجلس بحالك واحد خطرة تنعس، تنبغيش نخرج من هاد البرودة ديال الطوموبيلة، متنبغيش متنسخاش بيها، والله ما تنسخا بيها، تنقلاص عليا. واحد النهار حق الله جلست أنا وقعت شي ثلاثة سوايع، الدقديق اللي كانت فيا جلست أنا شي ثلاثة سوايع. سو هادي من القاعدات ما عرفني تعلمتها بوحدي هادي. عزيز عليا كان باركي، كان وقف في الطوموبيل ديالي، ارتاح في الطوموبيل ديالي، بقى جالس في كرسي وارتاح. واخا مع العلم انا دخلت للدار، دخلت للدار الدار برد من هنايا، الدار برد من هنايا، لكن معليش ما نديوش على الكراج ديالي ما مجموعش، نتعول عليها نتعول عليها. انا جيت انا جيت انا جيت جوني مار، واخا جوني مار قلبي اللي بغاك العمار. عندي قطة في الجردة ما عرف منين جات، شوف القطة هذه من اين لهادي جات القطة، مزح سبع انا باب خلي بيبان محلول، انا ما عمركم نسس الشبابي مشات بحالها مشات بحالها. يلا شوف حالتي، رجعوا ندخلوا 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 دخول 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 دخول، شوفوا طواجني. المهم صافي، اسمحوا لي بزاف على هاد القضية هادي، درت انا صبعي دايرو في الكاميرا كي درت لي، ما مولفش ما مولفش ما متعودش ما مولفش ما مولفش. اول حاجة غندير هي غادي نمشي نشعل الحمام، نشعل الحمام نشعل الحمام خليه يسخن، شعلنا الحمام خلينا يسخن. يلا خليكم هنايا، انا عاد نرجع لكم بعد ما صلي الظهر ديالي ساليو صافي بقيتو. الا كنتو باقي مع دابا تنساو ديروا واحد سبسكرايب، جالسين جالسين وانا هذا الموضوع هذا داير دايرو
دير واحد سبسكرايب، واحد ديك الجرس اللي يلا. عندي واحد اسبوع هنايا، عندي واحد الكلاب غنخرجهم، غنخرج الكلاب ديالي يتساراو على برا شي شويه الساعه، هادي ارتاحوا طيروا الزنقه وعاد نرجعوا لكم. هلا واحد معطل 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 دائما العادي الطبيعي طبيعي النورمال ديالي هو هذا، النورمال ديالي هو هذا. معطل 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 والله معطل، والله اذا معطل، والله اذا معطل. يلا سيرو سيرو الكراج ديال الدار، الباب مازال ما سديتش السوق. المهم انا ما خصنيش نشد التليفون ونسجل، نقول لكم علاش واحد النهاريه، علاش؟ لانني مراقب، مراقبه جيده. المهم نشوفكم. انا عارف واش تقولي سيدي قبيله غيوقفني، انا عندنا ستوبات بزاف، وانا نورمال ما تنكونش في ستوبات. مثلا انت بحال دابا، انا دابا ما دايرش حزام السلام، علاش؟ ما عرفتش علاش حبسو، ما عرفتش علاش ما دايرش حزام السلام. كان عندي اللي دابا هذيك، كان عندي اللي دابا هذيك، كان عندي اللي دابا هذيك، كان عندي. المهم تيكونوا عندنا بزاف ستوبات هنايا في الدرب، دريبة بزاف ديال ستوبات على حساب دراري المدرسة والتخربيقة، تيديروا بزاف ديال ستوبس. وأنا نورمالمون تكون في العطلة الصيف وداك الشيء، مثلا نقول شي مشي وقفة، هي خصك توقفي تتمخدي مع الحيط، خصك توقفي تتمخدي مع الحيط، مع هادي خصك توقفي تقولي واحد جوج ثلاثة أربعة وعاد تزيد. اليوم وقعت واحد القصه غريبه في الخدمه ديالي، انا ما عرفتش تسمعوا ولا ما تسمعوش بهذه الريحه، لا سمحوا لي بزاف. وقعت واحد القصه غريبه بهاد الخدمه ديالي اليوم. عندنا واحد السيد جديد 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 برانيو، مازال ميكسو، وهذا السيد هذا مكسيكي، تيضرب بالاسبانيولي، ما تهضرش كاع بلونغلي. والخدمه اللي خدموه اليوم خدموه لقدام شي شويه، والقنت اللي هو فيه كل بوزيشن، كل قنت يخدموا فيه الكوزدي عنده تليفون ديالو، حتى كاع لا بغى شي وحدين من داك الناس اللي خدامين في السبيطار بغاو يطلبوا شي حاجه تيصونيو على داك التليفون باش يطلبوا. المهم مسكين عرفتي شنو، تيمشي يعاون كلشي، تيمشي يعاون كلشي، خاص يجاوبوا ليا على التليفون. هو تيهضر بهذيك لونغلي ديالو مهرسه، ولكن هذيك الثقه في النفس باش يهضر مع المراكله ما عندوش مسكين. وفكرني في ايامات ديالي انا، ايام اللي كنت يلاه جيت هنا الامريكان، انا جيت الامريكان كنت بحال هكا، اجيت نهار جيت اول مره ما تهضر حتى حرف بلونغلي، تنعرف هذيك اللعبه ديال يس اور نو، وهذيك يس اور نو ما تعرف فوقاش نحطها فوقاش ما نحطهاش. وتنعرف تشينج لانها جايه من فرونسي تشانجي، سو باش ما نسمعش خاطر تشينج، وهاديك تشينج علاش بغيت نعرفها؟ لأن كنت باغي نبدل، I want to change my address، بغيت نبدل الأدريس ديالي. هاديك الشيء علاش خصني كنت باغي نعرفها، خصني ضروري نعرفها في المطار قبل ما نجي هنا الأمريكان، باش نأكد عليهم بأن الأدريس اللي عاطيني نتوما أنا في الدوسير ماشي هي الأدريس اللي غادي نتحول ليها في امريكان، ما تكون داير نيويورك وبعدين حولتها لقنت اخر، ولكن انت ديري في الدوسي ديالك واحد الادريسه تتبقى تمايا، ولكن تقدري تبدليها، يعني هذه تكون في علمكم القضيه، تقدري تبدليها في اي وقت، واخا الناس اللي جات ديهم قرعه تيديروا واحد العنوان النوبه الاولى وما تصدق لهمش، تيبغيو يبدلوه تيبدلوه، واخا يكون ما عارفين، يكون في الاسكا وبغى يردوا لمدغاسقر يردوا مدغاسقر، واخا يبغي لك شي. المهم ماشي اللي كنت عارف، تعرف اللي في الزروات حق الله العظيم. عندهم واحد المناضة هنا سميتها دكتور بيبر، وهاد دكتور بيبر دايره بحال بسباس، شي ما عارف كنشرح لكم، دايره بحال المناضة ديال البسباس. هي كراميل، هي المناضة ديال الكراميل، تيقولوا كراميل والله اعلم، انا المذاق ديالها تجيني بحال ديال البسباس، هادا واحد الحلاوة غريبة. هاد دكتور بيبر معروفة في امريكان، واحد السيد امريكاني جا عند، كنت يلاه جيت عند الناس اللي عندهم ويقول لك، قال لك غنمشي نشري لكم مشروبات، مشى يشري مشروبات ويشري لي الدكتور بيبر، يعني مشى الدكتور بيبر سحبني شراب،
اصحابي نشرب ما تعرفش ضرب لونغري صاحبي نجيب لي هادو ما نشربهاش واش تني جاني مذاق ديالها غريب تنقول شنو الشراب الواليه تيشربوا الوليد واش تيشربوا الزم ناري على شراب تيشربوا. المهم في الاخر ولات دابا تنشرب داكستر بيبر حتى نشرب الماء يعني ولفت لساني ولفها. هذه من الحوايج اللي كنت نقول لكم انا فكرني داك السيد بيا انا ويجي واحد المانجر قال لك اختي تعلم قلت له عطي واحد الشعور داك الشعور راه خايبك سميتك داك الشعور راه ماشي زوين صراحه الله انك تكون تهضر مع واحد امريكاني وانت ما تهضرش بهذيك اللغه وتيجيب لك بالك ما عرف شنو وغيضحك عليا. ولكن انا تعلمت بطريقه وحده اخرى تعلمت بواحد الطريقه غريبه وعجيبه دابا نعاودها لكم كي درت تعلمت اللونجلي ما مشيتش المدرسه بعدين لكن تعلمت اللونجلي بواحد الطريقه غريبه وعجيبه وصدقت لي زوينه. المهم انا غادي الخدمه الثانيه والخدمه الثانيه هي كما تشوفوا ستاربكس تخدم في ستاربكس ملي يكون شويه اللي عندي في الدار يعني تنونس راسي وتنونس راسي عاد تخرج من ستاربكس عاد تنكون في الفيسبوك واللايفات وداك الشيء والضحك والنشاط لان الوحدانيه شويه قاصعه باش نشرحها لكم. اللي حطيت فيديو البارح انايا والواحد قال لي ترجش شويه ولا ما عرف شنو جاب له بالو ما عرف بعد خطرات الكلام تيكون جارح ما تعرفش بان انا تيجرحت ولا تيكون بغي يضحك ما تعرفش بان انا تيضحك. هنا في ستاربكس راه ما عندي حتى شي ناقه ولا جمال ما تربح منها حتى ريال لا جوج. ولكن حاجه وحده اللي فيها انا زوينه عجباني هي داك الفلوسي كلهم اللي تندخرهم دايرهم في البورصه مع ستاربكس يعني طلع هبطوا ما سوقيش فيهم انا اصلا ورابح معاهم كل سيمانه 1 باوند اللي هي وقيلا نص كيلو وقيلا ولا تقريبا نص كيلو زياده ما عرفتش 1 باوند 1 باوند ديال القهوه فابور كل سيمانه و ديسكاونت 20% يعني بغيت الا بغيت قهوه نمشي نشري قهوه من ستاربكس نمشي نشريها ب 20% تخفيض هادشي باش عزيز عليا ستاربكس. وفيها شباب تيخدموا فيها غير الدراري الصغار اغلبيتهم دراري صغار ولا الناس اللي في الجامعه لانهم تيخدموا معاك على حسب التوقيت ديالك على حسب شنو باغي انت اين التوقيت بغيتي انت هما اللي تيخدموه معاك فيه وتيحسوك بهذيك مازال انت شباب وصغير واخا انا عندي 41 عام راه خاصك تدخل مع الشباب تدخل مع العشرينات باش تحس براسك شباب. المهم انا نوري لك هي ستاربكس دابا انا غانا الباركين هادشي شفت طوموبيلات في المواصلة الحد ديالو هادو الناس كلهم تيأوضريو قهوة وأنا خصني نكون دابا لداخل أنا خصني نكون داخل يلا السلام عليكم راه جوج ونص دابا الطوموبيلات كلهم هادو هما اللي تيأوضريو يلا السلام عليكم. طوموبيلاتي ديما تنخليها محلولة ما عنديش سوق في الحلقة ديالي ملي نخرج نتلاقى بكم ونشوفكم بعدا ملي نخرج إن شاء الله نتلاقى بكم ونشوفكم ولكن لو كانت شي بقيت درت شي استراحه عندما استراحه عشان طلع استراحه ثلاثه عندها شي دقائق نشرب فيها وانا اكل فيها ونهضر معاكم فيها تشرب الماء واحد شويه يبقى مستور من عصير ديال الفريزر تنشربو تا هو. المهم مع الدخلة والله كلمة مع الدخلة حط الله العلي علي مع الدخلة كدخلت عادي يدخل اللي دخلت وانا من الله محبس ولبس اليوم الصباط يظلق لا الله وصعب لما لا بقرية إذا تخففت القادي شوي دابا تكون عامرة مع شي ساعة 54 دقيقة واحد 5 سنين ترجع بحالتها أبقى تعقل عليهم حسيت الطوموبيل ماشي علاش ما قالهم فيا ما نقلب باش هاد القيسين بحال خويا عاطر خاف شي شوية نشوف إذا قدرت نصور ولا مقدرش نصور باش باقي نسوق ولا ما نقدرش نصور وصافي مازال خدام
but probably. I don't know. How are you? عاد خففت القضية. I'm not talking to you. الحق والحقة. I never did it, Frank. Salam alaikum. واخيرا غادي بحال حتى للدار ما عرفتش هذا الشيء يدير موراي واش يدوي واخيرا غادي بحال حتى للدار 8 د العشيه عاد مشى للدار المهم ملي غنمشي للدار كاين فيلم واحد اخر كاين في مسلسل مكسيكي واحد اخر عندي تيدور وهذا المسلسل المكسيكي دابا نقول لكم عليه بعدين هذا اللي عايرني ب قلة الرجولة انا ما عرفتش واش يسميها هو يا قلة الرجولة ايش تفرج تقد عليها قلت تقد عليها تقد عليها كان يو هاندل وات كان يو هاندل هاو دو يو سي ات تقد اوكي اي كانت سي ذات اي واز تراي تو سي ات تقد سوري المهم انا ما درتوش الغرض يعني انني باش نعاير شي واحد في ولا نسم في شي واحد الغربه كلها عنده ظروفه كاين اللي ظروفه زوينه كاين اللي عنده ظروفه فيها الويب كريم بحالي انا عندي الويب كريم انا الضحك هو حياتي تنضحك من الصباح حتى العشيه حق الله العلي العظيم قريبه السعود دابا وعاد نمشي غنصاوب واحد المشروب تنديروا مشروبات ديالنا حنا بوحدنا هنايا نصب واحد المشروب وغناكل شي حاجه وناخذ طوموبيلتي وعاد نمشي للدار وغنمشي للدار وغنصلي العصر وغنصلي المغرب وغندير لايف فيديو في فيسبوك كيف مولف معود دائما وغايجي وغايقول لك شي واحد شي كلمه عاوتاني غطيح بيا ما تكونش عارف حياه الواحد كي دايره بلا ما تقل دخل الحصان الصغير ديالك الفروسية مهم شكرا بزاف ولا كنتي مازال ما درتي سبسكرايب ديرها لان اللي جاي اكثر من اللي مشى لان اللي عجبكم هذا الفيديو هذا غادي لكم فيديوهات واحده اخرى ماشي كيفاش ندوز النهار ديالي ولكن فيديوهات واحده اخرين شي حوايج مختلفين كل نهار يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله نهاركم يخرج زوين بحالكم الله يعاونكم